الأولين الله يرحمهم ينتظرون دخول موسم سهيل على أحر من الجمر. ليش كل الاهتمام لموسم سهيل؟ لأن موسم سهيل يعتبر دخوله نقطة تحول اقتصادية ومناخية واجتماعية. الاقتصادية يشتغل المزارع والتاجر والمستهلك ليل نهار في جني وبيع وتخزين التمور، وهؤلاء الثلاثة هم مفاصل الاقتصاد الاجتماعي، وتحركهم يعتبر تحرك للاقتصاد. والمناخي مع دخول موسم سهيل يبدأ الهبوط التدريجي لدرجات الحرارة تباعاً مع مرور الأيام. والاجتماعي يعتبر موسم سهيل نقطة تجمع لجميع طبقات المجتمع، فالبادية يتجمعون لكي يستعدوا للخروج لموسم التنقل والترحل اللي هو موسم الوسم، والحاضرة يتجمعون في بيوتهم بعد تفرقهم في مزارعهم، والبحارة يتجمعون لكي يستعدوا لدخول موسم الغوص. وخلال هذه الأيام يدخل علينا موسم سهيل ومدته 52 يوما. وموسم سهيل وفي للعرب، لو أن فيك من الوفاء بقية لذكرت أياما مضت وليالية، ووهبتني أسمى خصالك مثلما أنا قد وهبتك من جميل خصالي، كم قلت أنك خير من عاشرتهم فأتيت أنت مخيبا. أماليا،